السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التسعين يطل عليكم مجددا بثاني حلقاته. أهلا وسهلا بالجميع. انطلقت الجولة 17 وعناوينها كالتالي: عادت نغمة الانتصارات للمتصدر، العين يضيق الخناق لعل وعسى، الجزيرة يتراجع ويتخلى عن الحلم، خورفكان هو المعجزة، الوحدة يتوقف، والنصر أخيرا فاز. غريبة إحدى فقراتنا الرئيسية في هذا البرنامج، يثار في الأوساط النصراوية أن نجريدو قد يغادر. بعد كل اللي سواه نجريدو يغادر؟ والله أنها غريبة. غابت أندية كبيرة عن الدوري السعودي للمنافسة، منافسة الهلال والنصر، ولكن العالم كله يتحدث عن حالة غريبة، وهو الحضور الجماهيري لنادي الاتحاد، وهو صاحب أعلى معدل حضور جماهيري. اللي ما يعرف الاتحاد وجمهوره بيقول غريبة. علي مبخوت يصل المباراة 9 من أصل 17 ما يسجل في دورينا، وهو الهداف الكبير. هذه الحالة حدثت آخر مرة في موسم 2014-2015، يومها علي مبخوت غاب عن التسجيل في 11 مباراة. مو بعوايدك يا علي، والله أنها غريبة. لأول مرة عاجل ليفربول يخسر هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج الكبيرة، ليعلن عدم قدرته على معادلة رقم أرسنال التاريخي بقيادة فينجر آنذاك. حدثت. يخرج خورفكان بشباك نظيفة، فعلها في مباراة الجزيرة الماضية حينما انتصر وكانت المفاجأة المدوية. لآخر مرة فعلها خورفكان كانت في مايو 2009 على حساب الشعب حينما انتصر أيضا بهدف نظيف. تميز جواو بيدرو هو قمة التميز. لماذا؟ آخر 15 هدف للظفرة سجل منها 9، آخر 19 نقطة جابها الظفرة هو ساهم بشكل مباشر في 12 نقطة. مشكلتك شيء واحد، أنك ما تلعب فريق جماهيري. كانت هناك أنباء قوية في فترة الانتدابات الشتوية عن رحيل ريان مينديز عن الفريق الشرجاوي. بعد تلك الإشاعة أو الأنباء القوية، ريان مينديز يساهم في 12 هدف من أصل 16 هدف شرجاوي، ويعيش حالة تألق كبيرة، سجل 9 وصنع 3. تميز جمال معروف القادم من دكة بدلاء العين، حيث كان احتياطيا في 11 مباراة. هذا اللاعب في المجمل العام سجل 6 أهداف، من ضمنها 5 أهداف حينما شارك كلاعب بديل. عليك أن تتخيل حجم التميز لهذا اللاعب. فكايو من لعب كل المباريات سجل 6، ومعروف من غاب عن معظم المباريات كلاعب أساسي سجل 6. إخفاق من عرفنا الكرة السعودية عرفناها عن طريق منه؟ ماجد عبد الله، سامي الجابر، فهد المهلل، حمزة إدريس، والغيرهم وغيرهم الكثير من الأسماء الكبيرة، الهدافين الكبار. اليوم تروح تشوف قائمة هدافين الدوري السعودي ما فيها غير حمد الله وقوميز ورومارينيو وغيرهم من الأسماء. بس المعلومة الغريبة وين؟ والإخفاق وين؟ أبرز هداف سعودي هو رايد الغامدي، لاعب الرايد، وترتيبه كم؟ 27. والله أنه إخفاق. رسالتنا مباشرة ختاما: تم التشكيل والاعتماد لقيادة الاتحاد. رسالتنا: الناس ملت والأعذار خلصت، إما العمل بدون أعذار أو الاعتذار. شكرا لكم.